في هذه القضية في القضاء العسكري، وهي أول قضية تنظر لمدنيين في قضاء عسكري، الفاقد لكل المعايير الحقوقية ومعايير المحاكمات العادلة والمخالف الصريح لمبادئ الدستورية رغم التعديل الدستوري الذي أتاح لهذه المحاكم بمقاضاة المدنيين فيها، إلا أن هذا التعديل كان واضحا من خلال هذه الدعوة الوحيدة منذ عام 2017 والذي صدر بالتأييد حكم الإعدام على 6 من المواطنين. هذه محاكمات سياسية، وهي محاكمات مخطط لها ومدبر لها، خصوصا وأن المجني عليه حسب المزاعم هو وزير الدفاع، وهو الذي يشرف وينظم هذا القضاء العسكري. كما أسلف وصرح هذا وزير الدفاع بأن هذه الحادثة لم تحصل بتاتا، وأن هذه كانت مجرد تخطيط وهي نسيج من خيال هذا الوزير، ولكن القضاء اعتبر أنها محاولة وشروع في اغتيال وزير الدفاع، وهذا غير صحيح. إذن إذا كان المجني عليه يقول بأن لم تحصل مسألة أو وقائع شروع القتل أو الاغتيال، فكيف للقضاء أن يحول مسألة التفكير أو التخطيط إلى محاولة شروع، خصوصا وأن ملف الدعوة لم تكن هناك أي أدلة مادية سوى أدلة قولية منتزعة تحت التعديل. الحكم باطل وتأييد الحكم باطل ومدان، ويجب على المؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية أن تتحرك بمسؤولية جادة لإيقاف هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.